شايناز والله مو حلوه بحقنا. طيب روحي اقعدي معه، شو بيصير؟ عيب بنتي. يا الله عيب بنتي. لك انت شو صلي؟ معقول نتركه يقعد لحاله؟ لك تحركي شايناز، خلصيني. صحتك يا اختك. اي اهلين شاهي. لا تاخذني عثمان، التهيت بالمعازيم شوي، ما مليت. ما معقول شو هالحكي هاد؟ جو السهره ولمه العيله ما بيمل منها، وانت طالعه بتجنن اليوم. من ذوقك لساتك خجوله ما تغيرتي. تتذكري عرس رفيقنا اللي حضرناه انا وياكي من زمان؟ عملت المستحيل لتقبلي انه نرقص، وضليتي قاعده طول السهره، وكنتي كتير حلوه. شكرا. زوجك ما رح يجي؟ بده يلحقنا بس عنده شغل. مين هالبنت؟ هاي بنت عمه لزوجي. حلوة ما؟ ايه بس مو بحلاوتك. ان شاء الله ما ننحرم هالطلة. ايه عن جد طالعين بتجننوا ما شاء الله. من ذوقك. تفضلوا. تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين سوزان. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا يا عرسان. مبروك زينب. شكرا. بارك فيك. العفو. تفضل. ايه شوفي شاهيناز، قلت لك بخلص شغلي وبجي. ايه سعيد معي منجي سوا. لوين بدنا نروح؟ اسكت ولا تسمعني صوتك. حبيبتي سوزان، امي ورجينا رقصاتك الحلوه. ما بدي خالي لو سمحتي. يا روحي معقول هالحكي؟ شو يعني انت جاي على سهره ولا على تمساية؟ يلا يا روحي. خالي بيسان لو سمحتي ما بدي ارقص. الله يكون بعونك يا سيد خليل على هالبنت، كانه راسها اي بس من الصخر. مو حلوه البنت تكون عنيده. بالعكس انا بعشق عنادها بيسان خانوم. ايوه امي. عثمان بيك اهلا وسهلا فيك. ما بقدر اوصف لك فرحتي بتشريفك لنا اليوم. اهلين وسهلين. شكرا كثير والف مبروك مره ثانيه والله يهنيك. الله يبارك فيك. شكرا كثير. هلا بصراحه شغله انه الله يهنينا موقفه على كرمك عليك. يعني علي انا؟ اي نعم. كيف بدي اشرح لك؟ شو الزواج بمفهومك؟ يعني السعاده، الحب، الصحه. يعني هدول ضروريين كمان، بس بالاخر في اهم هيك المصاري مثلا. يعني ضروري بهالزمن تتوفر المصاري لتكون الصحة والحب بخير كمان، ولا شو رأيك؟ بصراحة مرت عمي يعني ما بتفهم بأمور السوق، ولا صار في عندها رجال واقف جنبهم، فمن اليوم ورايح أنا رح كون مسؤول عن كل شيء بخصهم على الأغلب. شي حلو إنك تهتم ببيت عمك هيك. إيه هلأ إذا أنا بدي أعتمد عليهم بقصص تجارة وغيرها، العوض بسلامتك بروح الخمير والفطير. يعني أنا قصدي من الحكي إنه الأرض، وبخصوص سعرة فياريت إنه تحكي معي أنا بهالموضوع. عن إذنك سيد ماجد. لحظة بس أنا ما خلصت. يلا قوم نرقص. يا سلام. أيوة يلا. رجينا رقصك لشوف. وين كنت أنت؟ تعال هون نشوف شو كنت عم تلتلت. لا تكون بدك تمشي. شو أمشي؟ لا قاعد. معقول أترك هالجمال كله وروح؟ يا ترى زوجك بيعرف قديش محظوظ لأنه عنده حدا مثلك؟ آسف لأني تعديت حدودي. مبسوط حبيبي؟ يا أكيد. وأنتي؟ أي كتير. طبعا لأني معك. أمي سامي كتير تأخر، مشغول بالي. ليش وين راح سيادته؟ أساسا لو عامل لك قيمة كان إجا. اطمني خلاص ما بقى يجي. شو هاد؟ عم يتحرك كأنه؟ ايه؟ تسمحي لي بهالرقصة شاهي؟ ايه طبعا طبعا بترقص. يلا بنتي يلا يا روحي يلا قومي يلا كرمالي قومي.
ولك تسلمي لقلبي. مرتعمي مرتعمي. أمي قومي رقصي قومي، كتير حلو العشاء خلينا ياكي. كانت سهرة كتير حلوة. ايه والله يا ماما شكراً كتير إلكون. عديلي بدي اطلب منك توصلنا على موقف الباص. شو بك؟ باص شو صهري؟ شو هالحكي؟ هلا بناخذ تاكسي. ما بتصدقوا قديش تعبانه قد ما رقصنا، والله مو حاسه برجلي. مرت عمي كيف بدنا ناخذ تاكسي؟ انا ماني حامل مصاري، بنعطي شيء قطعه ذهب يعني. كنا نحن بنوصلكم بس سوزان رح تطلع معنا بالسياره، ما رح يساعد. الافضل نطلب لهم تاكسي. لا لا شو هالحكي، انا بوصلكم بسان خانو. تفضل تفضل. شكرا كلك ذوق. العفو. الف مبروك. شكرا سوزان. عقبال ما نفرح فيكم انتوا الاثنين، شدونا همتكم بقى وجهزوا بيتكم بسرعه، بدنا نفرح فيكم عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بنتي باي باي. الله معك امي، مع السلامه. تشرفت بمعرفتك سيد سامي، كانت سهله كثير حلوه. شكرا لكم. ونحن بنتشكرك عثمان، تشرفتنا. يلا شاهيناس. بالإذن. يلا سوزان بتصل فيكي. ماشي يلا تصبح على خير. الله معك شاهيناس. فياض رد على التليفون. كتير ضايقني سعيد، خلينا نقول زعلي ما بيهمه، بس امي وزينة مالون خاطر عنده. طيب ليش ما اجا؟ هنن ساعتين، شو هالشغل اللي عنده؟ ابصر وينه. ليش ما حكيت معه سامي؟ كان لازم تجيبه معك، لانه عن جد زعلوا. وانت عم ترقصي ليش ما حكيتي معه؟ ولا ما كنت فاضية وقتها؟ هلا شو دخل هالشي بموضوعنا؟ أنا رقصت معه من باب الواجب مو أكتر. خلص شاهيناز، هالموضوع مناقشه بس نوصل على البيت. يعني إذا شاهيناز ما رقصت في السهرة مين بده يرقص سامي؟ لأنه هي أخت العروس يعني، ومو حلوة ما تقوموا ترقص مزبوط؟ لو سمحتي ما تتدخلي سوزان. أصلاً ما حدا انبسط قدك بهالحفلة. أنا انبسطت؟ إيه انبسطتي، طول الوقت لازقة بخطيبك وماسكة إيده وعم تحكوا وتتغازلوا. فيكن بقى تخلوني أعرف سوء؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.